التأخر في الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة على مستوى مديرية التربية شرق العاصمة أثار استياء وتذمر المترشحين الذين يقصدون المديرية يومياً للاستفسار عن موعد إعلان النتائج. مفيد واش كاين ما على بالناش، أنا دوك صافي دوك البارح جيت، ولو البارح جيت واليوم جيت، قال لك أفون لو سيس، نيم رانا لو سانك، لو كات اليوم، لا لا، ها مازال ما لونساوهاش، ها الناس راهم داو يجوا الناس ها، مازال ما كان والو. راه نستناو دوك ما يكون جديد حتى الانترنت ما كاش. تيسقسينا اليوم قال لك غدوه تخرج جيتون اصافو ولا تخرج صح ولا ما تخرجش. ما ينجموش يعطيك اوفيسيال اصافو. عدم تقديم تبريرات مقنعه للمترشحين عن اسباب التاخر في الاعلان عن النتائج زاد الطين بله، خصوصا وان فتره التاخر قاربت الاسبوع. احنا خدامين هاك تشوف انا خدامين انا جينا وخلينا خدمه تاعنا. توجور لا ميم ايستوار هادي دائما هاد لي كونكور هكذا يوقع فيهم المشاكل يعطلوا ما فهمتش علاه توجور لا ميم شونسون. سمعنا قالوا يحطوا في 30 في الشهر و 30 في الشهر قال لك الغيت سبع حتى كيما يقولوا قبل السادس من الشهر هذايا هنا جينا اليوم ما عرفناش بين الاول والسادس هاو قال لك اليوم لا لا حتى الغدوه ثلاثه. الآلاف من المتقدمين مسابقة التوظيف ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن النتائج، فيما بررت مصالح مديرية التربية شرق العاصمة هذا التأخر بتزامنها مع فترة عيد الفطر زيادة على العدد الهائل للمترشحين.